خلال زيارتها لمصر، تفقدت كبيرة منسقي الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية وإعادة الإعمار في قطاع غزة سيغري كاخ، تفقدت المركز الاستراتيجي للهلال الأحمر المصري بالعريش، حيث اطلعت على جهود الهلال الأحمر المصري في استقبال وتجهيز وإرسال المساعدات الإنسانية. كما اطلعت المنسقة الأممية على الصعوبات التي تحول دون وصول أكبر عدد من المساعدات الإنسانية لقطاع غزة، وثمنت كاخ خلال الزيارة الجهود المصرية المبذولة لتوفير وتسهيل تدفق المساعدات الإنسانية للقطاع. This is a very important visit because we see firsthand how much Egypt is doing. نثمن الدور المصري في استقبال وتجهيز وإنفاذ المساعدات إلى قطاع غزة، وبالطبع لابد من سرعة إيصال المساعدات الإنسانية للأبرياء المدنيين في غزة. أنا هنا لتطبيق قرار مجلس الأمن لمحاولة تسهيل وتسريع وتوسيع دخول المساعدات للمدنيين في غزة من أجل مواجهة هذه الظروف القميئة التي يعيشون بها. وهذه الزيارة لنرى أنا والزملاء آلية تحسين دخول المساعدات، ولنرى كيف يمكننا أن نقدم العون للهلال الأحمر والحكومة المصرية، وكيف يتم تنفيذ ذلك لهم. وهذا هو محور قرار مجلس الأمن، وهذه المناقشات والزيارات هامة جدا لنا من أجل أن ننقل الصورة هنا لمجلس الأمن.